All I got is so bad. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن قصة توماس داونز، وراح نتكلم عنه بشكل مفصل وبشكل كامل، وأيضا راح نعرف إيش صار لعائلة توماس داونز بعد وفاته. فيلا نخش في المقطع. طيب، توماس داونز، عشان يوضح لكم أكثر، توماس داونز هو الشخص اللي أصاب آرثر مورغان بمرض السل. طبعا عائلة الداونز مكونة من الأب توماس والابن آرشي والأم إيديث، وكلهم من تحت عائلة الداونز، وهذه العائلة تعتبر جزء كبير جدا من اللعبة، وهذه العائلة كانت السبب الرئيسي في كتابة سيناريو القصة وسيناريو Red Dead Redemption 2. طبعا توماس داونز راح يظهر في عدة لقطات في الشابتر الثاني، وأول لقطة راح تقابل فيها توماس داونز راح تكون في مدينة الفالنتاين، وفيها راح يطلب منك انك تتبرع وتعطي الفقراء اموال. تعالوا اسمع الحوار اللي دار بين توماس وارثر مورغان. You get a lot of money doing this? Not much, but it's the trying that counts. If you say so. Well, I do. And who do you help? I'll help you learn to keep your mouth closed. Sorry, sir. Come on, please, please, somebody be generous. طبعا زي ما شفتوا، توماس داونز كان يجمع فلوس للفقراء، وكان ياخذ هذه الفلوس ويعطيها للفقراء عشان يعيشون بيها. وزي ما لاحظنا سويا انه توماس داونز كان يكح ويكح ويكح. المرة الثانية اللي راح تقابل فيها توماس داونز راح تكون في مهمة رئيسية في الشابتر الثاني، تعالوا شوفوا معايا. Stop! Stop! Please! Please! I beg you, stop! Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir. But please, I beg you. طبعا بعد ما تخلص المهمة وتخلص المضاربة، تقدر ترجع لتوماس داونز في نفس مكانه، وراح يدور حوار بينكم عن المضاربة اللي صارت قبل شوية. فتعالوا شوفوا ايش صار. Well, you're just full of charity, ain't you? I'm just trying to help where I can, sir. Or interfere. You would have killed that man. What I do is none of your damn business, okay? Okay, okay. Okay, sir. طبعا اهم ظهور لتوماس داونز راح يكون في مهمة في الشابتر الثاني اسمها Money Lending in Other Sins، وهذه المهمة كتبت وحددت سيناريو اللعبة بالكامل. Mr. Thomas Downs, you owe me money. Oh, no, no, I'm... Oh, come here, you maggot. Please, sir, I'll... Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir, please. I don't care about your family. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him. You took the money. He wants it back. What's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money! طبعا
طبعا زي ما سمعتوا توماس داونز كان يقول لآرثر مورغان إنه ترى ما عندي الفلوس الآن، أعطيني شوية وقت عشان أوفرها وأجمعها لك. لكن آرثر مورغان كان له رأي آخر وبدأ يهدد توماس داونز ويضربه زي ما شفنا. طبعا زي ما كلنا نعرف إنه توماس داونز مصاب بمرض السل، ولهذا السبب هو كان يكح بشكل كبير جدا. وزي ما شفنا في اللقطة اللي قبل شوية توماس داونز كح على وجه آرثر مورغان، ومن هنا انكتب مصير آرثر مورغان وأصيب بمرض السل. ولاحقا آرثر مورغان راح يموت بسبب هذا المرض أو بسبب مرض السل. طبعا لحد الآن الدين ما اندفع عن توماس داونز، وتوماس داونز باقي متدين للعصابة. طبعا في لقطة جدا جدا سرية وجدا غريبة، وفيها إيديث داونز زوجة توماس راح تجي للمخيم وراح تسدد جزء بسيط من الدين. تعالوا نشوف اللقطة سويا. And your husband, is he well? He's dead. Combination of beatings and sickness did for him. My deepest condolences, madam. And mine to you. For all your wretched lives. طبعا زي ما شفتوا أعطت ستراوس جزء بسيط من الدين، وكانت جدا جدا غاضبة على المخيم وأفراد العصابة. وأيضا قالت شيء مهم جدا، واللي هو إنه زوجها توماس داونز فارق الحياة ومات، بعدها راح تروح من المخيم. طبعا بعد ما تعطيكم جزء من الدين راح تنقطع أخبار عائلة الداونز لفترة وجيزة، وفي الشابتر الثالث راح تقابل عائلة الداونز إيديث وارشي في مزرعتهم وراح يدور حوار بينكم. My husband's not cold in the ground and you've come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. The goods now, please. Give me that money. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. طبعا زي ما شفتوا عائلة الداونز تركوا بيتهم وتركوا مزرعتهم بسبب انهم ما هم قادرين يتحملون تكاليفها، لان تكاليفها جدا جدا عالية. وايضا إيديث داونز دفعت الباقي من الدين، وكذا يكون رسميا الدين حق توماس داونز دفع بالكامل. وبعدها تنقطع اخبار هذه العائلة لفترة ما هي بسيطة وفترة كبيرة. طبعا في الشاب الرابع وفي احد المهمات راح تقابل إيديث داونز، والظاهر على إيديث داونز انه حالتها جدا جدا سيئة، وانه إيديث داونز اتبعت طريقة الرذيلة لكسب المال للأسف. طبعا من وجهة نظرها هي انه ما لها الا هذا الحل لكسب المال وعيش بقية حياتها على هذه الطريقة. طبعا هذا الكلام راح يكون في الساندينيس وفي الشابتر الرابع. وفي احد المهمات اللي في الشابتر السادس راح تقابل مرة اخرى إيديث داونز في مدينة أنسبرغ، وايضا إيديث للأسف على نفس الحالة ونفس العمل الرذيل. طبعا لاحقا في الشابتر السادس تقدر تقابل إيديث داونز مرة اخرى في احد المهمات الفرعية في مدينة الأنسبرغ، وهذه المهمة مهمة جدا مخفية وما تطلع للكل. طبعا هذه المهمة ما تقدر تلعبها إلا إذا كان شرفك عالي، فتعالوا نشوف المهمة. Country is man unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it's anyone else. Man unleashed? Then unleash goodness, not just hell's feeble brothers, sir. But how? I mean, all I know how to do is fight, I guess. I was set free to fight. Where's your son, Mrs. Downs? Where you think?
down the mine until he gets sick, which won't be long given how hard they work him. See, Bowman don't like him, so he gets the worst of it. Maybe I could go. Well, maybe you could just leave us all alone. Maybe. Maybe you could just go fight some other battle. Why don't you shut up? Oh, all right. Who's this, your daddy? My daddy died. And this man, he killed him. What are you doing here? Leave the boy alone. Why'd you kill his daddy? You after his mama? Stop bullying the boy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone. Or what? I'll kill you too. You couldn't kill no one. Look at you, all ragged and sick and weak. Clear off, you goddamn hermit. Clear off! You and the horse son here. Now who's next? Let the boy go. Let him go! Come with me. Shame on you. He's just a goddamn boy! Let's get you out of here. They're gonna kill me. Now I got no job and they're gonna kill me. I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Well, why are you doing this? I don't know. Listen, take this, all of it. Try and talk to your mama and get out of here. Now run. I'll try. Good boy. I don't want to see you here again. She said it'd be better to die than to take it. Maybe she's right. I don't know. I don't know anything about morals. She's still heading out. Working, you know? I'm sorry, son. Sorry about all of this. She ain't been back for a few hours. She left with some fella down the railway tracks. I did not like the look of him. Which way, you say? That way. Around the woods towards Willard's Rest. I'll see what I can do. That's enough now, partner. You're starting to scare me, let alone the poor woman. Clear off! Who are you? Someone who don't want to hear no more of your nasty mouth. Push me. I'll put a bullet in you. I presume Archie sent you? I said clear off before I deal with you. I'll see you again, dearie. Listen. Listen to me. Excuse me. You sound like my husband. I know. Listen. I'm sorry. I'm sorry for what happened. I was a fool. And I'm suffering for my foolishness. But don't go and get yourself killed because of your pride. You have a son, Mrs. Downs. I'm just so ashamed. Mama! Oh, you silly boy. Oh, Archie. Oh, we do. Get out of here. Go. Live someplace else. Start over. Here. Take this. I don't need it no more. I don't want your money. Yeah, I know you don't want it. I don't. You sure as shit need it. Take it. No. I ain't looking for forgiveness. It ain't about that. But don't forgive me. Just take the money and get out of here. Please. I know I ruined your life. I suffer for it every day. But don't let yourself get killed for pride. I seen it kill too many folk. Don't say anything. Don't thank me. Just take the money and pack your bags. That's all I gotta say. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here. Please. طبعا زي ما شفنا آرثر مورغان كان جدا جدا نادم على ما فعله لعائلة الداونز ويحس انه هو السبب في كل المعمعة وكل اللخبطة اللي حصلت للعائلة. فالآن آرثر مورغان يحاول بقدر الامكان انه يساعدهم ويحاول انه يصلح خطأه اللي سواه. وفعلا آرثر مورغان ساعد آرشي من الاشخاص اللي كانوا يتنمرون عليه ويكرفونه في العمل، وايضا بعدها ساعد إيديث
زي ما شفنا. وفي آخر لقطة أعطاهم فلوس ومبلغ كبير جدا عشان يبدأون حياة جديدة بعيدا عن هذه المنطقة وبعيدا عن هذه المعيشة اللي هم عايشينها الآن. طبعا بعد ما تختم اللعبة وتحديدا في الكريديتس تقدر تشوف إيش حدث فعلا لعائلة الداونز في المستقبل. طبعا زي ما تشوفون واضح من اللبس والكشخة إنهم صاروا ناس فخمين وأغنياء، يعني فعلا عائلة الداونز بدأت حياة جديدة ونجحوا في هذه الحياة الجديدة بشكل كبير جدا. طبعا في أحد جرائد منطقة بلاك ووتر راح تقرأ عن عائلة الداونز وإيش حدث لهم فعلا. من الجريدة راح نعرف إنه آرشي وأمه افتتحوا ملعب للعبة الجولف، وأيضا في هذا الملعب يعطون يعني دروس للجولف، ومن هذا المكان ومن هذا المشروع فعلا أصبحوا أغنياء وبدأوا حياة جديدة، ولآرثر مورغان الفضل الكبير لهذا النجاح. يعني آرثر مورغان فعلا صحح خطأه وخلى عائلة الداونز يبدأون حياة جديدة وحياتهم كانت جدا جدا أسطورية. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن قصة عائلة الداونز. طيب بكده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.